يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أن إن شاء الله آيتان من كتاب الله هي حديث النبي كفصري عليه الصلاة والسلام بينها وحوغا يسكتاق الدونا ما يجي الدونا في سورة الأنفال. إلهي حليه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. آيات كان أما لبدنا يدود سورة الأنفال كمدة وقصة بدر دبا يا قدي دي سودقي. إلهي وحين أقول يا مقع إيمانك وركو إيمانك لقاها لي ومددك مؤمنين تاهو: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أجيب وأقبل ويالا ألئي الرسول كيسو هدي إذن كي يران لما يحييكم وحي إذن نولين إياه. إلهي وحكوت المام يا كتاب كيسا أما وحي النبي قال له سعودي بي عليه الصلاة والسلام إنه يهي وحوح نولين إياه، كأنما قفك هدان وحي جاهل إنه ميت يهي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى ميي أجيه قف أها ميت بخت أها وفأحييناها نولي نبا إلهي لي ونويا لي إف وكل حصعد ضدك ميوكاس لم يديهي كما مثله في الظلمات كي مقدية دا كتيري نالوشو دا ماي مقدية كغي چرتو نالوشو هدو قفكو قرن وايه what is life حقات كتمي حقات كو سعطا محا الدوني دا كاقبان ايسا محا اللغوك ياني مياد دالتايونو هدا نردي مان ايسا هدو قفكو قرن وايه وحيابا بيسيك اسكي نالوشو ايو باانتاي وقضية دا الفلاسفة كلها يبحثيان البحث عن الحقيقة بين هذا. إلهي يوحينا إليه سبحانه وتعالى قفك دنتي يقفك نول مس النبا الله تلمامي سبحانه وتعالى ساوغيت وحي جاي دين تعالى وحكو تلمامي ما ينيهين لما يحييكم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إلهي مركا للروح بكو شاق روح دو دي جسدك ووحا نرشك وقشو مركا كأنما وحي جاي هاي الروح. آيات كلا إلهي وحكوت الماما يا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا إفبا إلهي كشيغية وحكى له الله كوت الماما إنه يعيش شفاء لما في الصدور لابت وحكوتشرو أردن كالوغ عافي ماضو وحكى له إلهي كوت الماما وحلو سودتشي إن ليدن لبابا إن أنا هي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن ما ننسودتشي با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن أدب مضطان. إذن أيها الأحبة، آيدك وواضح كور رميسا مركا وحي إلهي ورسولك وسودي بي وحييها أما عقيده كصاب سنادان أما الشريعة كصاب سنادان أما أخلاق كصاب سنادان أي باب كصاب سنادان إني إف نولشويهين وحلقوا النولاده وقفك بن آدم كا نولشي سقمية توسية إنو يهي. آيادكو حكتا مركا إلهي وحكو تلمامي مركا آيادا هوري لينو تلمامي نولوشياني وحي كوچرتا إن لينوغو ييريو أولي با لينوشياني أغالك اللينو قارسي سيه وعلمو أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إلهي سبحانه وتعالى إنو يأكو كالات تيادا قفك إيا قلبي سخواطر القلب إيا أدقا إن لغو كالات تيادي كارو وأنه إليه تحشرون سكر الله إذن سو حاضرين أيو. آيدك حكتا إلهي وحليه واتقوا فتنة
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كدور صدى فتنة امتحان اختبار دباتو مشكلة كدور صدى تاسو أن هلي دونين الذين ظلموا منكم خاصة كوا حمها السماية كلية أن كوكو ابنان كريم أحيب علماء ذو يدهدان بنا آدم كدوني دمركو كنو ليهي كأمة أو كجماعة أي أبل مركو دو هلان أما آخره أفراد بالله هلا أدون كوا صورت قلب يدهدان فردي غين إلهي فردي نمو وحقو سيودة دوشيو أما عقوبها النقطة أما وناك النقطة لكن إنما توفون أجوركم أجرك وقت اللي سوء فيه الغرد ما يسترى مركا قف قف لو حساب يو وآخره آخرنا فرادة با إلهي وقيمة نسابة اللي مد مد آخره ومدو مدل وما يماده قف ولبكالي يبو يماده يدنو بتوحق الهابا لغو عقابة أما أبا المرنت الدوندة أبا المرنت الدوندة كجماعة والله هلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في التنية امتحانه كدقي مركزي هوين هوين يدي سكمي دو واحد تدي أن أهلك وفينا الصالحون ومين هلك سمينا يدو ددوان أكسر إنه قد يعني واحد تلمام يسأل بلشادة إلا ددوان أكسر با كل حجره حتى نما عقابة كدقي سوى هلك سمي نعم إذا كثر الخبث بو النبي عليه الصلاة والسلام هاو هلك سميسان حتى انت حمي بضطه بدني داس علماء واحد هذان أما من الكثرة هالنقطة بدي تراء أما واحد هذان هالنقطة المتنفذون قوة إليتك ومددتك هجامية هذا يجو ده شد قلدم وراران إلهي بواك قرآن كتل مامية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هدان الرب ندولنا أنه هلقنا با إلهي سبحانه وتعالى أمرنا وأمرنا لبدا قربا وصاررت وحمد حلو قدقا وامير رون وضا أما ما هي وحل فراه كوودا وحيستا أما مدح ضواء أما هقان كوهية دبتنا ففسقوا فيها إلهي طاعة سيكبحا ددوينهنا وقبن ويا مركا مركا محر دعية فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إلهي سبحانه وتعالى وركسي أهضى لمن تينو هلاقي يكون دبوبة ووالا وده هلاقا لبدا يضاد مركا إنو تلمامني مدوح إنو تلمامي سأنو لشين إسلاحي دي وناقيدو إنو كتشرو إلهي تيسو إنو رعنو أيضا لبدا نوحي تلمامي سأ حما هددك السمائية امتحانك آهي هديك عنت اللقبان وايو أو حماها سنقضى من مجتمع كفافة وحمجتمع كفافة كراون هدي أما عدة سلطة دي قيادة دي تجارة دي وحول بقى عنت الله سيام بصه أما دات كوبا كثرة دو دو انتو دبادنا اللومان هدي تاسر دعدنا هلاقي عقاب تبلشة دو ربكو ودن عياب النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سؤال مركز ويدين تلو حويان المسؤولية تجاه المجتمع محيطي وفي فردك مسلم وحب بلشدة كسارني وامحي بلشدة وحب صارني ويني إلاليان سيد النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام دونتو إناني هلاك سمين نبي ومد وضا النول حديثك بخاري إمام الترمذي يا غير كيف سأروريين وحب تلمامي ومد وضا النول إناني لم تهي ومد دون وضا راعي مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها نبي محمد عليه الصلاة والسلام ككتاغا إلهي حد كيسة إي إلالي إياك كدعي الواقع روايات كاركود وحي صارورين المدهن كاركود وحي صارورين الراتع اسكو صدودو ننك حق إلالنا يكتاغا إيوه ننك كبحي نبت سميي تصالوا النبي وكبحي عليه الصلاة والسلام وبلشة برنحو ماضي برنسان يهي بلشة حال كيدو محو نقنية النبي عليه الصلاة والسلام هل تصالا بكبحي وحي لوحي كواس اللمدين مثال قوم استهموا صفينة دول بي لمديهين دون أقري تورطي
وادون لبركاله اما كلا هوسيسا دبيتنا واي قري تورته بد نصيب كود و خوغو صوبخاي حق سره بدنا نصيب كود و خوغو صوبخاي حق هوسه دبيتنا كوي حق هوسه جوغي ايا مركي بي دور ايا با حق سره سو مران او بي هي سو دانسدان كون با ما وخ كغا دادات انا ما ديب كدريماي كوي حق سره جوغي با ديب دريماي دبيتنا و خي دا نيم كان اسك جوجينو كوي حق هوسه جوغي و خي يداهدين لما كان هدي أي مرن كابا كيرين محا حقو دبا ينو قوة ده ها تين نتاني نغو ينو تشوغنو أن لوح كبحنو بيا ماما ينو هلكن كدان صنو دبا تنا وحي فاش بو صاقا تميديو إنو بيا دان صدابو دمعي حديث كابن حبان سيدو ورين أيان نمبا كغبتي بولي لكن إمام البخاري سيدو صاصاري وحاو تلمامي هدي أي كاق عن تقبتان قولا دان وحي دان وانا مكري سوء إنو ما يدب سنينها حل بيبادي دونه ما هدينا لبسدين ويكعبان ايان حل كي وحي واركيني ميشو ده دلوش ده دبتنا وحا نبقو لي عليه الصلاة والسلام هدي قعان تقبطان ايان هو بدباد ايان كوة كلنا هو بدبادين ايان هدي سيد ايان ايان هو هلاك سم ايان كوة كلنا هو هلاك ميان حديث كو حي دهدان علماء دو آية ظهر فسرويها وحاوت المام يقفك مسلم كام مجتمع مسؤولية كسارا قودهان وآه سماها ينو ضدك فروه حمهنا ينو ضدك كتوتيو وحسارا إنو إلى ليو بلشدو دون قري وضا سارا طاي دون تنين أني دقين بلشدو كأمة وكدولة وكمجتمع دون قري لوضا سارا يهي دون تبرنا ما بدبادا يا برنا ما دقيا وودا دقيسا دون تا إلا إلا عليو دور قضب بينو تلمامي دونا مسألة دا مركاكو سابسان كو سيدا النبي قو السوري بلشادا وضا النول وحيدا هدان التصوير الفني في الحديث حديث الصورة دا سيدا وينو قول لغي وحالا قد لغي مجتمع وضا النول دا دون وضا سارنين ايهين مركا وحيدا هدان لما أرنين دا دار كو ودا چرح وهي دارت وثابت مشاكل كودع واسكيري هاي لكن دوم بد مريسة وحد قران كرتا موجدها يوها كهر إيمانا يستومس كودع عيا يو وحالة المامة يا بي لين نولوشو إنا نهرت واحد دقنا هين سيدي دبا ثاني الأمر وحديثكو تلمامة يا بلشد دوم وضح راع دي دون تيا وضح راعة داد ميلك لك كولا ديمي تامعني هذو حويان فيهم الصالح والطالح والعالم والجاهل كل شيء بعد دون طفولة تدور نبا ولا صار دون تماها جروب قدر الله ميري وما شاء الله صاري ودون ضد كده مسارين هاي مركها وحول اللي بقوا كتير أبل شكسته بلشدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا ركرنا وكوي إلى هاي الدور تام وكوي وفعنا أي اللي منافقين بكتير ما قال دي النبي محمد ما مولى يا مدينة هاي أي يهودي دجنيد مشركين دجنا منافقين دجنا صحابة دجنيد لكن مجتمع عصر دم النبي بسكو ما ملي إذا بلشك استابا بلش وضع حريري ما شرته نوع والبويس وشرته ثالث الأمر وحو حديث كت المامية ويقري تورتين وحي هذا الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى إلهي بقدره إن قار مدح نقضان قار مشان نقضان قار العق هلان قار أنا العق بدن هلين قار حمصدان قار عافمات قبان نولشا نحن قسمنا بينهم معيشتهم بين الهير أنا أوقي بنضتك معيشة دودا أنا أوقي بنا الهير سبحانه وتعالى سيدا دونت أنت أوقال أنت قري تورتين برنا حقا سراو هلي برنا حقا هو هلي نولشا ميلون بدك بيق ميسا ما دورا ودك هتكون على نسو ما دوران أفكارك هذلاش ما دوران بيدك هذه لانش ما دوران قبيلك كتير سرانش ما دوران قبل كهديش وحاسونا نبى دورته ما قادرتو بكمدين مالهم بعد دون تكافوش ما كان دون تنصيبك أما حاجة سرت سارنتها هي أما حاجة هوسات سارنتها وحكى له نبي التلمام عليه الصلاة والسلام ننفاج ستة الفأس فاش كم حاتر هذا فاسية وقوي فاش بدل غير هذاي بهالك واحد لقوه دلوليو
وينبو أوكالي كو حلو قوض أوكالي إيه ووقس مسار أوكي نين مسار ستا مسار تا قدين تانون غالاي نين مسار ستا ما قدين ستا ما فاج ستا وحا ستاون والرباين دون تدلوليو دونتو مجتمع وهيستا كم واحد دلولين يا واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني إدارة دطي ما ملك ومضى واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني تي سياسة ومضى واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني تي عقيدة ومضى واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني تي ثقافة ومضى واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني تي استقرار كي السلم كي النبض ومضى واحد دعي كرتا واحد دلولين يا إني تي اقتصاد كي التنمية دي التجارة ومضى وحد يعني كرتوا واحد دلولين يا إني تاي إنفايرمنت كأي برشدو مش الدجان كذا يقوى ضمن شيء وحد من إلى لين بيود بهين يعني برشدا وضله ده إدارة الدلول يسوع مثلاً ده كاتر شو برتاي وحبات سويد وإدارة سيفا ودون تبرت كاجب الدلولين يساون مرك هذا رشوة يكن قوة ده دون تبرت كاجب الدلولين يسا كسياسي جاما مثل حد يسامى دنتي سيغي ان دنت برشيدة ايغينيني دنت بركيسو دلولين ايا كوان فافين ايا دين لانتا اما شهوات نفسك اما عقيدة حمضة اما إلحادك اما خرافاتك اما صحرك اما ورنقرار كاسردون كوا وضا اعقائد دي ومد وحيا الرميسيني دي الدين تي دي بيفاشق وضا كوا واحد دلولين ايا نبضة ومضة ودد سكيد دقن أيو حكر دحك يا أما مثل حس سياسي يا أما مثل حد قال يا أما مثل حكن إستجا وار لورا دقال كوا بلا بيا إستجا وحكن استقرار كي سلمية ومدوا هي ستو دلولين يا قاروح الدلولين يا نظام التجارة يا اقتصاد هي ومضة هداد مثلا داوى ضدك استعماله هداد سوق الداوى ده ربطين فسها هادسه دوين أدون داوى كتشبان waad magacyo ku soo qortay lana baa lagu sameeyay halkan baa lagu sameeyay oo halkii 100 miligram laga rabay baad shan ku soo dhijisay weena suuqa keentaan bulshadu markay aragtaan warkani capsule ka wuxuu siiyaa tetracyclineka laba shilin baa laga siistaa ama 10 shilin buu siiyaa kaasina uu yiraahdo 10 shilin baan siinayaa ki original ka hayay akhiran dadku waxay weecanayaan kan 10 shilin siinaya idan waxad fasahadisay bulshadan tijaaradeed baad fasahadisay meesha ka saartay بيئة لامدة، environment كلامدة، ديجان كلام، حلقة يا با، وحويير، وضد أي نمرة، هذا عقدة دعبت كتورته، أنا أن مالك هذا بك هذا بتوره، وحد يعكر تمشي درينج كبير هم ريانين وشتاقو، ما قال ده أنا أذكر قصة، وما تدري في سهاد كوك أنتوا هل عقدة أطورته، ولذلك محمد أحمد إنجليز جاه هيدا شيء جاي، for want of a nail مهما باكرتا إلى هدان قصة يسوى أروريا وحيدا هدان بقر يعيدن كي سيادة تيبا دقال قلي دقال كي يولو قجرو أيا فارس كي وقوينا نكي عيدن كي هقامين أي هل يغواها أيا فارس كي فوشنا مصبار كي كبتي سمتسنا مصبار كي أسا دعيبا إلى هدان مصبار كي مركو دعي فارس كي وقبالي فارس كي مركو قبالي فارس كي اللواي فرس كمركي اللواي نكيف وشناب اللواي نكيف وشرا مركي اللواي بطل كيبي خسارة دقال كيبي كو خسارة دقال كمركي خسارة نكينغ نكي بغرتوية دي بدون تبي ده النيل بي ده ده مصبار با بغرتوية دمية بي ده بتنيل ده ده انت دحين تيك بودين اي واحد ده مصبار با دمية محي اي بغرتوية دمية وحو مركي هرا مصبار بوها فرس نكو تاقين يهي حداق ده فرس كبتي سكرد عضي الحياة مجتمع واسدة مركا مجتمع واسفينة دا مش الدون تادو كدلولي أما دغالة الدلولي أما استقرار كدلولي أما سياسة الدلولي أما إدارة الدلولي أما عقيدة الدلولي كلها وحي كسر نقر يارون أخيرا رات كدو حكس الله ما يرد مجتمع الدلولي سو إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كو حكت الماميات مثالات ربضا نبينا عليه الصلاة والسلام تصاليات ربضا تصالوا وين الوسو دوويو فكرة بلارنو إن بدن لشرح لها أي حديث كاسي أريا كوبان لبا سو دوويو إلهينا قرآن كو حكولي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كواني واتصال يال أن دتك أويا ليبا إلهي لي لكن ما فهمانو كما فائد استان كوا أقوان تلمو يانا انتكالي
كوا أقون تله أيوم با إلهي رسول كيسو تصالة يا شي بحين أيان قران كرا وحيو لما دوين هذا الحديث كا وحكا لو لغا فهم إياه مشكلاتك الداخلي كا أبا كراد أدق مشكلاتك خارجي ومتك استا تشالنجز بإلهي عقبات نولوشي دا كو هرتاغن عقبات قاربين هذا هو خارجي بلشدا دو كبحسني عقبات قارنا وداخلي بلشدا دو كترسي عقبات الداخل قابيلها ولو يريهن حتى أي كرد بدن عقبك استود بدك هاجت ماذا ما أنت قال لنا الدقنتين ضد كان لقنا دعية والحشيش ك سوقها كتورين وضدها كتورين عقدت بيها كعبتها ما كرتون كذا وحكابتين و very simple لكن مقالة دم بنظيف نقول لها مقالة دم بدرين إيش كده سقال لها شغالة بدم ب أي شوكسن لها نقالة بدم بدولة دوا هري لها مجتمع ودوين بدم بون نظيف يعني ما هكر رتيب ما يهلك عقد إلا جدا يسوق إلا غطوره أما كرتون كاير سوق إلا غطوره يوح كر رتيب لها واحد ربضان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ركوت المامي إيمانك وحكوت المامي وحوس الرئي لا إله إلا الله وحنوه سيسمحي إماطة الأذى عن الطريق شتكو أول لقدوه إن شتكو وحي نبيه أذى قال لقد دايه ساو قد مشكلة الداخلية ويكحب بدنتي تشالنجز قد بدك أي مادة أما مكونة وحي الدمان بيد هذا مركي قدها كالدمان وهي مشكلات خارجية بيد هذا مركز استوى لأنه لي مرنا بيغلم وايه لكن هذا دقو قاشان هيستطوع ورن كد بديتكو مقاله وحن قاشان كوح لسكي عليها هذا يسطو ورن كده بدأتكم أقلو ولذلك صحابة دي شابتاي دقال كي أحد النبي عليه الصلاة والسلام وقالي تضبات صحابة اللي لي صحابة دي واي شابين بربا عراري ومقالة دا مدينة قالي بربا اسكفر استايو دقال كي بكتغي النبي عليه الصلاة والسلام ودا وعيا سوق قالي ميلهم ببركم مدين كوفية دي مضحا هوس لوغو عدادية الكاه بربا لغتشبيي صلاة دي وحكوت كان كروي سرتشوك النبي عليه الصلاة والسلام لبتي سوق قاعدي رقي الدفاعية تضبا يجو استبت أجن مدب مر لدلي تضبا إنه أنصار مدب وبحيو لدلي شبكة وين الدعي وحكبل أمي وحفظت وداخلية وحكبل أمي إن قال يبورت الله صاروا ليدي وره كسيو دقينا هالكاسي أي دهان وارمك قال دين تلتشبي وار قال ده وقوة شبي محن ماشي كسارنا أن حالا وحكب ابننا وديه دبتنا وخالد أرقه أو كسيو وريه قال كيو إلهي القرآن ككو ماشي يجين خالد بقى حريف هاي وماشي الدلوشان تاي أركي أو إذا كسو قال لما أورمين ما اللي بخالد لك جم أورمين ومرك قال لكن إلهي محيري أن هذا مرك إرادين قل هو من عند أنفسكم بالهيد سي وحكا نود عين حقي إني دبتو كتمي با إلهيدي خالد يا ركي سماها وحلقا ورما يا إيه إذن كي دبتو إذن كتمي إذن مشكلاتك الداخلية أبا كرب بضن مشكلاتك خارجية هذه يقول ضدكم مركي قدها كتشبان أي إيه ضعي داي ساران لضي ديان قول هبلا يا ند الشيء قول هبلا يا نرد قول هبلا يا والبن نفكو ما يهينين أول قد بسان با يا هيد لكن وحا اسبدلي وحا ويان وا اديغا كلباد حديث كلغه فايده وحا ويان با علماء يراهدان نيه سميدو فعل كما وناجسو حضرتك دونت ضد بدن سياسيين اما راو كله سيده مان مودي وحن بو سمي كان بو سمي كان بو سمي وانا لغي يمين ودا عاد ياهي لكن اقون درو غيسي اولي ايمان مودين وحن كدلانيا اما اني سيده نكون سمان موديني نيادة حسن كاي نمان كاري مركي تشاني يوحا إلهين وار نمان كاري هدينا ربصدين مينو تينا دلوشنا بإلهة ماي أورانين مينو دون تقرقنو كبير فكرين مينو دون تقرقنو وحيس الله ينلوح يرون تكسارتان وحوغا بيا هشان دا ملا ديبغو نفتين مسيونو قشين لكن أسألك فكرة دو محي قصة لايسني وار قولادان هدينا ربصدين مينو ميشينا إنقو بيا كراتسنو إذا نوحا إلهة النية الحسنة نية وناكسن أما الضاعة نما قرآن كفاءة وضنين إن الضاعة تهي لكن أنا تكفء هين شقد أنا تقررين ودون دلولين كلابا ينير هذا وأيو عمل كلاقب طلبا أصلا إنو قفك أمانة إيا الضاعة نما إيو حالي هاي إيا إنو كفاءة لي شقد إنو قررين إيو وحلقبنا إيا إنو قررين إيو
وحكالو حديثك إنو كاركينا ولذلك ما دام عينك طيب بعض السدج أي الله أركاه وإذا دهان نقضان وضيال هن نقضان قولك هن نقضان فكرة دو لفي عمته هو وضه لكن نتيجة دو أي تهين دومين يقول سيدة وان يتسأل حي وضه أنا ما سأي وحو أركاه وحكاتي يسلي وكم من مخلص جاهل فاش ستة صفينا اللي قد لولين أيو سوكو يسأل وحباد قبان يسأل وحكالو لغا فائدة يا بيدا هدان بلش هداي وضنوش هاي مكلا دبويدو يعني لابد ان دباتو يندعان لكن محيو بهين صبر الى مركو قران كورميو واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الهي رسولك ساطيع بالليل وها مرمنا هدي اسقب قبطان وضعيف ايسان مركا ضعيفتان الدوله نمدين يحوق نتقيه لكن هيدا محل قوقب قبي واصبروا ان الله مع الصابرين بالليل صبرا يعني ضد امر بكت ما دام مشاكل بعد عي او قرى ما هي وين حلك كفكرتا محو نقنيا هدو حلكو مشكله كسي وين نقنيو مشاكل كدعي والله لقيا اذا وحا ينوت الماما يا حديث كاني كو سري دبتي شيكتين هذيك انسان يسو غلطه كلاين ميش دلوليسو ان الصبران هو غلادان ويسك قوقي او وقيانك والله قوارن كراي نمك بيا هدا صدان لا يدا الا حل كلمه ما جرو ان بيا هلان وقصر قوان اوسه هدي حاجه سره لا سو دامينا كل با دادش وا جريسا ان لا يسو صبره ايا مش كم غريسه بيداه ولذلك با علماء الفقه حديثك وحي كا قاطان ددك عمارات ود دغني كهوسه هدو يدا وحبان كسمينيا كو سلر ديبيا لو ما اوغلا واي وحي ديبيسا ما هي مجتمع كلي مش كو جره بي ديبيسا وحكاله أنه كفايدة إن حديث كاسبة إلى هذا عقوبته إن يدتك ودهليل يسمرك الطالح والصالح كيو ناكسنا دون تهدي دكتو أنت حميدة وقرد لدك ما يسدت كوردن بي محي دت كوردن بي لدك إيسا أيها الأحبة حديث كاسبة حكالات الماما قوم استهموا ضد قرعة تورتي علماء وحي إلى هذا قرعة تورشدو يعني إن بختي نصيب لا دكتو إن قرق تورد للسماية لابا قورون بي بنان تي بي دهدان مركا يدد حقوق متساوية لكوغان أما مركا ملكي سين لعدين أيو تسألهان حقوق ده متساوي قام حاكمي ده لابا دمارة صدح دمارات غبطاه وانا تسفر بدانتي وحات ربطاه انا تسفرته سلامة حات ربطاه انا دمتسيك حيسته تاتشعش يون لسكا كحين مايا ما تطيير ما تتوين لسكا كحين مايا ولغر توريا تي نسيبك الى حقوق سبن بيليين مدنتك لك ما حق بدنا لبدن دمر ما صحت دمر ما قبا مدن متك لك حق ما ديرا اذا هدي اي نقطه ان متك حيسته وحي نقرس لو قرتورتي قرغد او سو بخو اي كراعان هدي ديغ هو هشيان مد لو اقبلوا وهلكيده لكن مد ولا مرك حقوق دي سدونه ولا قرتوريا وحل ميد با يدان امام نمدا اما حتى مدح وين نمدا هدي وحي وح لو دورن ايو دن اي كسيمين او سي كلو لو كلا ساري لوايو وا لو قرتور يا با يدادا كلباده لو قرتور كرا كواسي يعني وا دد حقوق دود سيمنتي كو لباده لو قرتور كرا با يدادان وا تعيين الملك شركه بين ودلين كسو قاد 10 دارود بين نغه دخايا مركا لا قيمهي افر با لا قيمه لحدا كلي لحيا افر ما دورنا يا مورنا يا أنا أقول لحد أسك قادنا يا بسوا حنورنا يا أفرت السوق في عنكو يا لأفرتان قادنا يا ما يا عدي قيمة يسي والغياب أفرت يا لحد إن لا يسكو قيمة جوي الله يدها قيمة وسمية سال إنه كلا سينا يا ولا إنه قريتورة يا إلا تعيين الملك كيوان يا لنا يا الله وضع وين لا إنه قريتورة مركا كي يا أفرت وصباح ده أنا أفرت قادنا يا كي لحد وصباح ده أنا لحد قادنا لك وسكو قيمة ومركا قيمة لجو الرمي وحلا ما دار بحلكي الربا وحلور نحلي وحي وا اسهم بالغا دغاي اسهم تما ميد باس كورنيا وا ادي وا جيل وا ان وا ادي كان قادر يم اس كورن سماي وا لا يدين توريا كي كو سو بحد مركا لا دي مره دي اسكو قيمي وا لا يبا ان لا يدادو تبن كان حالات يا بقول كان ادي كان اسكو قيمه بقول كان ادي اي سي ار جوردن ميسما تو كان حالات سي وا لو توريا لبد كي كو سو بحد مركا لا دي وحين كلو
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دتك حقوق دسمان لها مثلا صفك هراء هدي دتك سو برتمو وضد سوك لديرين ويا ديوح النبي عليه الصلاة والسلام لاستهموا سك له هدي لقرن ويا ولوق رتوري لها ابو نبي قلت المام أما هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحد عضي نمبا مركي ودمنيي لحد دونه ولا حولك لنا ملهي لحد دون بولها حديث صحيح مسلم كوي الله لحد دون بولها لحد دون بولوان حري دبتنا ولو ديدي وأيو حولها هاجة مرك عاف ما تقبت بلد شريرات كصعطه سيد الدون تابت كي يلي كرتا وأتبيعن كرتا وأتغيبن كرتا وأتسين كرتا لكن مرك اعتماده غيري يباب كاسي مرك اعتماده ودد با حقوق لورد حلبا سقمية مركا إلهي با قيبية أديك وحا لغو أقول يثلث كميدة حولها قا وان ثيرت كميدة أيا دردار مكرتا ولبا وان ثيرت كروا بدا يبيو نبي عليه الصلاة والسلام وان ثيرت با دردار مكرتا نيكاني حولها با لحدان الضوم بولها لحدين وان حري يبيو دي مجرتو نبي قولي لحدين الضوم الله صغبتي لبا لبا اللي سر راعيي دبا تنوى لغو رتوري ما صباح يا مركا ثلث محون قنا يوم لبنين حرودا فرنين يدكو هران ما هي إن أدون سجيري كو هران ما دخل كي نيكو هران بين قنا أيها الحبة ولذلك هو حلي هذا إن ده أنبياء بقرة تورتي بالي ده مسائلكم مركا كي هو قصة النبي يونس وات القرآن كشرته فساهم فكان من المتحضين أما قصة زكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام سوجات كيسينو وقري توري شري وقت قد يكوبا ملاوذاتك وحبه مره منه أنا لك كتوشيو صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أخواني في الله قبات نزور الشيخ يتجاءنا حديثا بزو كدوبو نفهم لكني Kisomali chake gumu sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atafanya wepesi. Alituanzia na aya katika suratu Al-Anfal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kizunguzia katika kisa cha Badr aya mbili. Allah Subhanahu wa Ta'ala kibainisha katika kitabu chake kwamba sisi waumini yale ambayo Mwenyezi Mungu anayotulingania ni mambo ambayo yana manufaa kwetu na ni mambo ambayo yanaileta mabadiliko katika maisha yetu na ni mambo ambayo yanatukupatia uhai. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi mlioamini itikieni mwito pindi mnapoitwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwito huu Mwenyezi Mungu anawaita ni mwito ambao utakaopatia uhai na uzima na itakaowapatia nyinyi kupata maisha mazuri. Sheikh akasema aya hii ni ishara ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayeishi maisha mazuri ikiwa hana wahi katika maisha yake. Ikiwa mtu hana qala Allah qala Rasul katika maisha yake. Ikikosekana wahi katika maisha ya mwanadamu basi ni mayit. Ama mtu wahi ikipatikana katika maisha yake basi atapata uhai na ataishi maisha mazuri kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wahi hii Mwenyezi Mungu mara anaisifu kwamba ni ruh, mara Mwenyezi Mungu anaisifu wahi kwamba ni nur mwangaza, mara Mwenyezi Mungu anaisifu wahi kwamba ni shifa ni uponyaji, mara utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wahi hii Qur'ani na sunna iliyoshukishwa kwenu, Mwenyezi Mungu asema sijawashukishia Qur'ani mupate kuteseka bali nimewashukishia Qur'ani kupata maisha mazuri mupate kuishi maisha raha. Qur'ani haijaletwa tuteseke. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Na lazima katika jamii watu wawe tayari kuitikia mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya inayofuata asema wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Mwenyezi Mungu asema ogopeni fitna ambayo ikikuja fitna hiyo haitawapata waliofanya dhulma, itampata kila mtu.
kuna mitihani Mwenyezi Mungu ataleta, na mitihani na balaa hii Mwenyezi Mungu akileta haitaangukia waliofanya makosa, itaangukia kila mtu aliyefanya makosa na asiyefanya makosa. Na kwa nini Mwenyezi Mungu amejalia fitna hii patikane? Kwa sababu ya wenye kufanya makosa ni sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni watu ambao ni wengi, bikathra, ima ni watu wengi wanaomudhi Mwenyezi Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataleta adhabu yenye kuangamiza kila mtu duniani. Au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba mutrafiha, wale ambao ni viongozi ambao huleta fisq, fafasaku fiha, huleta ufisadi na kufanya fisqi na machafu, Allah Subhanahu wa Ta'ala huangamiza, fadamarna tadmira. Kwa hivyo musiba hii Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya mitihani akileta katika ardhi hii kwa wanadamu, inampata kila mtu. Ndipo Allah anasema ogopeni, ogopeni musiba hizi ambazo zikija inamchanganya aliyefanya makosa na asiyefanya makosa. Ayuha lahiba, Sheikh akataja ni jukumu gani jamii iko nayo, what is our responsibility as a society. Sheikh akataja hadithi moja na akaanza kufafanua hadithi moja hiyo na faida zinazopatikana, ndipo akaona kwamba kwamie pale ilipofika. Na hadithi hii ni hadithi ajib, ukiona namna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam anatoa taswira na picha ya jamii na mshtamaa vile ilivyo. Ar-rasul sallallahu alayhi wasallam asema, mfano wenu katika jamii ni mfano wa watu ambao waliopanda safina, waliopanda jahazi wakaenda safari. Na watu hawa kuna sehemu mbili katika hiyo safina, kuna top floor ambao wanaopata hewa, wakitaka kitu wanateka kutoka bahari, na kuna ile ya chini ya basement, ziko mbili, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa watu walipoingia katika hiyo jahazi wakarusha kura, katika hiyo kura ikagawanya watu nusu kwa nusu, kila mtu na bahati yake. Kuna wale ambao walijipata wako juu na kuna wale ambao walijipata wako basement. Kisha hao walioko chini saa zingine wakitaka kitu wanaambia walioko juu, tutaka maji, tutaka usaidizi, na wale walikuwa wanawasaidia. Kisha inafika mahali wanachoka, anambia nyinyi mmezidi. Sasa hao walioko chini, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba wanapoona hao walioko juu wamechoka nao, wasema kwa nini tuwaombe maji kila siku? Sisi tuko karibu na maji, wacha tutoboe hiyo safina. Wakitoboa basi ikiwa wale waliokuwa juu hawatawazuia, waambia ngojeni, tutaendelea kuwasaidia wala hatutachoka na nyinyi. Lakini wakisema tumechoka na nyinyi, wale wakitoboa wataangamia wote, kwa sababu maji itaingia katika safina na kila mmoja ataangamia. Hiyo ndio mfano ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aliyotoa namna jamii ilivyo. Sasa Sheikh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia ufahamu, akaanza kuchambua hadithi hii, akatoa faida kadhaa, ndio maudhui ya, na katika hizi faida ndio maudhui aliyozungumzia. Akasema katika hii jamii utaona kwamba ni mfano huyo jahazi, wanaopanda katika hiyo jahazi ni watu ambao wametoka kutoka background tofauti, watu ambao wametoka kutoka sehemu tofauti, umri zao zinatofautiana, rangi zao zinatofautiana, lugha zao zinatofautiana, ada zao zinatofautiana, malezi waliopata zinatofautiana, nchi zinatofautiana. Na ndani ya hiyo jahazi katika kila jamii yuko mtu msomi na mtu mjinga asiyekuwa na elimu, yuko mdogo, yuko mkubwa, yuko mwanamke, yuko mwanamme. Katika hiyo jamii kuna mwema na kuna mwovu, in any society tukienda duniani. Asema na mfano huu. Kisha jambo la pili, asema Rasul, katika faida tunayopata katika hadithi, ndipo Rasul alieleza jamii mfano hiyo jahazi, ni kwamba wale walirusha kura, kila mmoja alitaka juu, lakini kuna wengine waliangukia juu na wengine wakaangukia basement chini. Akasema Sheikh, na hivyo ndio ilivyo katika maisha, wewe hauna hiari, kuna mambo wewe wajipata. Hujawahi kutuma application kwa Mwenyezi Mungu akufanye kabila fulani, ama akufanye uzaliwe katika nchi fulani, ama akufanye uzaliwe kati au uwe na rangi fulani. Haya ni mambo ambayo kila mmoja yajipata vile ilivyo. Kama vile ile kura watu walivorusha, wengine wakajipata juu na wengine wakajipata chini,
kadhalika jamii mtu akija katika hii dunia atajipata kwamba mimi nimetoka nchi fulani, nimetoka katika kabila fulani, nimetoka na mimi rangi yangu fulani, na mimi ada zangu ni fulani, na lugha yangu ni fulani, kila mtu na bahati yake. Kwa hivyo kuna mambo lazima ufahamu katika maisha yako, you have no option, ni vile Mungu alivyokupangia. Kadhalika akasema katika faida tunayopata ni kwamba challenges ni aina mbili. Kuna challenges zinazotokana na mambo ambayo yaliokuwa baina ya watu, na kuna challenges ambazo zinatokozana na mambo ya nje. Asema katika challenges mbili, kubwa zaidi ni ile iko baina yenu. Kwa sababu ile iliyoko baina yenu, ikiwa nyinyi hamutaelewana, basi mtagombana na wale waliokuwa nje wataweza kuwashinda. Lakini ukiwa ndani nyinyi mko sawa, basi yaliyoko nje yatakuwa ni vigumu kuweza kuangamiza. Akatoa mfano, hao ambao waliokuwa katika jahazi wameshindwa kuelewana, walioko juu wameshindwa kuwasaidia walioko chini kuwapatia maji. Katika hali ya kutoelewana, walioko chini wakaamua kufanya nini? Kutoboa. Na walipoitoboa, udhulili, soma udhulili. Najua Kisomali siku hizi jamani. Kwa hivyo Sheikh amesema alikuwa anatoboa katika, sasa yule akitoboa basi jahazi imefanya nini? Imeangamia. Lakini walizuiwa. Akasema kadhalika katika jamii, ikiwa challenges iliyoko baina yenu hamtatatua, basi mtaangamia nyote. Kadhalika katika faida alitoa Sheikh katika darasa hii yetu ya leo, akatoa mfano ya hii mambo yenye kuvunja jamii ama watu ni mambo yetu ya ndani. Akatoa mfano mkubwa wa vita vya Uhud, pindi ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha masahaba, msivunje amri yangu na msishuke kutoka hiyo jabali ndogo. Na masahaba wakashuka, na Khalid radhiallahu anhu kabla kusilimu alikuwa akiongoza jeshi. Alipoona kwamba kuna pengo pale, akazunguka kwa nyuma, akaanza kuwavamia. Alipoanza kuwavamia, katika hali kama hiyo masahaba wakauawa, ar-Rasul mbele yake masahaba wakauawa, na mbele yake wakauawa watu saba mmoja baada ya mwingine walikuwa kizunguka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kupigwa na kupasuliwa na jino na meno kutoka na damu kumwaika. Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza yaliwafikia katika sura Al-Imran, katika kisa cha Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia haya, hakuwaambia haya aliyopata si ati kwa sababu ya ushujaa au uwerevu na ujanja wa Khalid, haya yameyapata kwa sababu yenu mmeshindwa kuelewana. Akasema na kadhalika katika jamii, mkiona kwamba mnavamiwa, na mkiona kwamba mnakuwa ni wenye kupigwa vita, na mkiona kwamba mmeshindwa nguvu, msianze kutafuta sababu kwamba ili ni mtu fulani, ni mtu fulani. Lakini kwa hakika mkitaka ukweli na mkapekua, mtaona kwamba shida ni nyinyi. Ndipo Allah akasema kul huwa min indi anfusiku, ni nyinyi wenyewe. Allah hakueleza kwamba ni ujanja wa Khalid, ni uwerevu wake, he was sharp. No, that is all excuses, but the reality is the problem was you. Nyinyi hamkuelewana, hamkufuata amri. Akasema hiyo ndio inayopatikana katika jamii. Kadhalika akasema haitoshelezi mtu kuwa na nia nzuri, lazima mtu akiwa na nia nzuri pia awe na ujuzi, na awe ni mtu mjanja, na awe na ufahamu, na awe na uwezo. Asema yule ambaye anayetaka kutoboa hiyo safina, nia yake ni nzuri, waliokujua wamesumbua, hawataki, mara wanapatia maji mara hawapati, akaamua kwamba wacha tutoboe tupate maji. Nia yake ni nzuri kupata maji, lakini kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya kutokuwa na ushupavu, ameshindwa kufahamu ya kwamba angalia, kweli tumekosa maji, lakini hapa tukitoboa hapa tutaangamia sote. So good intention is not enough, lazima mtu awe na ujuzi, lazima mtu awe na uwerevu, lazima mtu awe na ufahamu wa usawa. Kadhalika Sheikh akataja hakuna jamii ambayo haina problems. Kila jamii iko na shida, kila jamii iko na challenges, kila familia iko na challenges. Watu ni kustahimiliana, hakuna njia nyingine. Mkisema hamutastahimiliana, hamutadumu, mutavunjika. Kuna mambo katika maisha yenu kinyi kama wanadamu, asema Sheikh, ama kama katika jamii,
hakuna njia nyingine mpaka muwe na subra. Ikiwa lakini kwa sababu ya vitu viwili vidogo mtaachana, basi hakuna kitu itaweza kusimama. Lakini lazima mubibane, mustahimiliane na muweze kushikamana. Kadhalika Sheikh katika faida aliyotoa, naona yadhiniwa lakini mniruhusu nimalizie faida moja. Najua imefika adhana. Asema Sheikh, na kutu ahsanta. Asema Sheikh, katika faida tunayopata ni katika hadithi hii ni kutumia kura. Kutumia kura. Lakini kura hutumika wakati gani? Akatoa mfano mwingine. Asema kura hutumika ikiwa haki za watu ni sawa, hujui ufanye nini. Mathala, asema wewe mtu una safari nyingi na una mke zaidi ya mmoja na wataka kumchukua mke mmoja, na hawa wanawake wote wana haki ya usawa mbele yako katika wake zako. Asema Sheikh, usiende kumchagua yule mdogo ama yule unempenda. Usawa ni kwamba rusha kura, atakayangukia bahati yake. Na hivyo ndio alivyokuwa akifanya al-Rasul sallallahu alaihi wasallam katika safari zake na pili alipokuwa akienda jihad. Kwa hivyo alhasil ni kwamba vile ilivyo ni kwamba haya mambo ya kimaisha ambayo tunakuwa ni wenye kurusha kura ni pindi watu wanapokuwa sawa. Lakini mtu akiwa na haki zaidi, usiseme kwamba njoo turushe kura. When people are the same and they have equal rights, that's when you tell them vote, tuangalie nani atakayechukua. Hali ya pili akasema ta'yinil mulk, ni pindi unapotaka mtu kumiliki. Mathala, akatoa mfano, kuna mali. Mali hii ni urathi, inagawanywa, inheritance between two people. Na hii property na hii property is the same worth, na huyo deserve na huyo deserve. Tuseme we have a property in the beach which is same worth, let's say 20 million, na tuko na property katika CBD ni 20 million. Na huu kijana he deserves that 20 million na 20 million. Sasa hapa wote wanastahili kumiliki, lakini kila mmoja anataka CBD na mwingine labda anataka plot ya beach. Sasa asema kwa sababu umiliki uko sawa and they have equal rights of ownership, itarushwa kura na kila mtu nafanya na nini na bahati yake. Hadha bi ikhtisar aliyosema Sheikh wa wanda dalam wa lana Sheikh. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah.